بكم من جديد ونقرأ ما يدور في العالم. رائد الخضر مدير قسم الأبحاث في إكويتي جروب معنا في هذه الأثناء. أهلا وسهلا بك رائد. دائما الله يسعد أوقاتك. يعني دعنا نبدأ بأوروبا واستباقها للفائدة وأحوالها الاقتصادية، إلى أي مدى الأسواق التي نراها إيجابية ربما تسعر ذلك مسبقا، أما الذي يحدث؟ يعني نحن بالنسبة للوضع المنطقة الأوروبية أعتقد ننتظر قرارات مهمة جدا فيما يتعلق بنواياهم بمكافحة التضخم اللي نحن شفناه يوم أو بالأسبوع الماضي عم يرتفع في أقوى اقتصاد في القارة الأوروبية الاقتصاد الألماني. شفنا الارتفاع إلى 6.1% بما يتعلق بمستويات التضخم، وهذا أمر يدقنا وقيس الخطر بالنسبة للمركز الأوروبي أن يتجه إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية. إضافة ذلك عندنا نمو ب 0.1% كان خلال الأسبوع الماضي بقراءة الجي دي بي التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأوروبي نما بعشر بالمئة. إجمالا هذه المعطيات حتى الآن تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي مكمل الطريق فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ولكن ليس إلى الدرجة التي قد يضر بها الاقتصاد بشكل كبير عند أسعار فائدة مرتفعة أو تخنق النمو الاقتصادي أو تقلل من إنتاجية القطاع الأعمال الذي يرتفع فيه تكاليف الاقتراض، إضافة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار النفط. كل هذه العوامل المجتمعة تضغط حقيقة على الاقتصاد الأوروبي في الفترة الحالية. أعتقد أنه المركز الأوروبي قد يتخذ نهج يحافظ فيه على النمو الاقتصادي وقد لا يقدم حقيقة على رفعات في أسعار الفائدة، أو أن يكون هناك حديث عن أنه الفترة القادمة ستكون نوعا ما أسعار الفائدة تحت المراقبة بناء على البيانات شيئا فشيئا. نعم رائد، يعني حتى لو تحدثنا بالنسبة للعملات هذه المرة بعد التراجعات القوية التي شهدناها على اليورو، أيضا بنلاحظ اليوم ارتدادة أيضا للنطاق الأخضر ومكاسب ربع النقطة. برأيك اليوم إلى أي مدى المستويات التي قد يختبرها اليورو في الفترة المقبلة في ظل التوجه الذي تحدثت عنه بالنسبة للمركز الأوروبي ومعدلات الفائدة؟ نحن شفنا الدولار الأمريكي تضغط حقيقة وتراجعات طفيفة، لذلك شفنا هذا الارتفاع في زوج اليورو دولار أمريكي خلال تعاملات اليوم. الدولار الأمريكي المتراجع اللي نحن لمسنا هذه التراجعات سواء كان على المؤشر أو سواء كان على ارتفاع اليورو ارتفاع الذهب وارتفاعات النفط أيضا. الدولار الأمريكي ضعيف نسبيا بنتيجة أنه في توقعات بأن يكون هناك إبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير أو أنه حتى الحديث عن توقف دورة تشديد السياسة النقدية. بالمقابل اليورو يعاني أو يكتسب بعض الزخم من توقعات بإمكانية استمرار تشديد السياسة النقدية ورفعات أكثر في أسعار الفائدة، وتوقع مسبق أنه ممكن يكون في عندنا هذا الجاب أو الفارق بالسياسات النقدية ما بين المنطقة الأوروبية والمنطقة والولايات المتحدة الأمريكية كزوج مستويات فنية. أعتقد ممكن أن يحظى بارتفاعات تفوق مستويات 1.028 إلى 1.060 خلال الفترة الحالية بهذا الزخم الإيجابي إذا كان هناك توجه نحو تشديد السياسة النقدية. إذا لم يكن هذا التوجه أو كان هناك بيانات، نحن عم ننتظر أيضا بيانات إيطالية وبيانات إسبانية خلال تعاملات هذا الأسبوع قبل قرار المركز الأوروبي. إذا أظهرت هذه البيانات ضعف النمو الاقتصادي لأنها هي مرتبطة بالإنتاج الصناعي وكذلك الأمر في ما يتعلق بمستويات التضخم، إذا كانت تحت الضغط نسبيا أعتقد المركز الأوروبي سيرجئ عملية تشديد السياسة النقدية، وهذا ينعكس سلبا على أداء اليورو يعود بنا إلى مستويات أدنى من 1.06. رائد، يعني النفط وهذه التقارير الإيجابية هل هي مفرطة في التفاؤل فيما يتعلق بوصوله وملامسته للـ100 دولار، أم أنها تستند ربما إلى بعض المبررات الموضوعية؟
بالطبع تستند إلى مبررات موضوعية وذات نطاق واسع نسبيا باختلاف العوامل المؤثرة، لأنه نحن عم نشوف عامل أولا الأول وهو المنتجين النفط المتفقين على تمديد تقليص الإنتاج أو التخفيض الطوعي للإنتاج للمحافظة على أسعار نفط أعلى. أيضا شفنا بعض الإيجابية من البيانات الصينية التي صدرت خلال التعاملات الفترة الصباحية، وأيضا نتوقع أن يكون في عندنا تحسن أفضل ونمو أسرع ببعض الشيء من التعافي البطيء الذي كان تشهده هو أكبر مستورد للنفط. كذلك الأمر عامل آخر مهم جدا وهو السلسلة الطويلة نسبيا من الاستخدام الأكثر من المتوقع لمخزونات النفط الأمريكية، والذي نتوقع منه أن يكون يليه طلب أكبر في الأسواق في الفترة القادمة، إضافة إلى وصولنا إلى فصل الشتاء وضعف الدولار الأمريكي المرتبط بنتيجة إمكانية توقف دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة. عدينا حتى الآن أكثر من 4 أو 5 عوامل بعيدة بعض الشيء في طبيعتها عن بعض، وهذا يدفع يعني إنه رائد فعلا، يعني بالنسبة لتحركات النفط اللي عم نشوفها أيضا لربما قد تكون عامل ضغط أيضا على بيانات التضخم الأمريكي المرتقبة هذا الأسبوع، برأيك إلى أي مدى هذه البيانات اليوم قد تكون عامل أيضا مؤثر على التحركات بالنسبة للفيدرالي في اجتماع نوفمبر؟ يعني اعتقد مستويات 3.6% كمتوقع للسي بي اي نمبرز بقراءته السنويه او مؤشر اسعار المستهلكين الامريكي، اعتقد هي قراءه ضمن اجنده الفيدرالي الامريكي، ومن المتوقع انها كانت تحدث في الاونه الاخيره بنتيجه ارتفاع اسعار الوقود، وأيضا كذلك الأمر التحسن الموسمي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في فترة الصيف دفع عن أسعار المستهلكين، أو من المتوقع أن يدفع أسعار المستهلكين للارتفاع. ولكن خلينا نكون واقعيين أن 3.6% لا تزال نسبة نوعا ما قابلة للسيطرة بمستويات أسعار الفائدة الحالية من قبل الفيدرال الأمريكي، دون الحاجة إلى التوسع بشكل كبير بعملية تشديد السياسة النقدية أو رفعات أكثر إلى مستويات ال 5.75 أو حتى 6% خلال تعاملات هذا العام. لا يحتاج الفيدرال للوصول إلى هذه المستويات، وإنما أي قراءة ممكن تكون مطابقة للتوقعات أو أقل بعض الشيء فيما يتعلق بالسي بي آي نمبرز ستكون إيجابية نوعا ما للأسواق الأمريكية، وممكن تدعم انخفاضات على الدولار الأمريكي. نشكرك رائد الخضر، وأنت مدير قسم الأبحاث في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.